مساء الخير لكم جميعا، أجمعكم هنا يوميا في هذا التوقيت وفي هذا البرنامج من قلب الحدث، الحدث ألعاب البحر الأبيض المتوسط. من هذا المكان إقامة بن ميليسا في هذا الجو الرائع في هذه المدينة الرائعة، أجمعكم يوميا للحديث عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها 19. هذا المكان المميز سنتحدث فيه عن الكثير من الأمور اليوميا، اليوم الرابع فيه ميداليات وفي خيبات بالنسبة للرياضات الجماعية. التفاصيل ستكون على مدار هذا الوقت إلى غاية الساعة 11. أجمعكم مع ضيوف وأبدأ مع رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى نائب رئيس البحثة هنا ياسين لعيل. مساء الخير، مرحبا. مساء النور، ومسرور جدا لي سعيد دائما معكم. بتواجدي معكم للحديث، وأنت من الأشخاص المميزين لدينا للحديث عن ألعاب القوى. ستدخل المنافسة بعد يومين بإذن الله، سيكون معي إلى جانبكم زين عامر وأيضا عبد الكريم وكالي صاحب الميدالية الفضية في وزن 77 كيلوغرام المصارعة الإغريقو رومانية. سيصل بعد قليل طبعا الزملاء، يجهزنا زين عامر مع الضيف الكريم بعد قليل. دعني أبدأ معك، ما تحدثناش عن الحفلة لأنه أول مرة، الجاهزية بالنسبة لهذه المدينة 4 أيام على كل حال. الوفود تحدثت، الصحافة العالمية تحدثت، الجميع تحدث عن هذا الجو. كيف رأيت استعداد هذه المدينة؟ أنت جزائري، تحدث لي على طبعا ما لمسته من الضيوف وأنت أقرب منهم. والله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما نقدر نقول لك غير إلا يعني كل الضيوف اللي نعرفهم وتلاقيت معاهم في القرية المتوسطية راهم والله بدون مجاملة راهم منبهرين من على الأقل في الإقامة والإيواء على كل حال هذه شهادة لله. فبما يخص الحفل الافتتاح راكم كلكم تابعتوه وعشتوا معاه، يعني كان يعني هايل ما شاء الله. حتى يعني احنا درنا يعني بعض الالعاب وبعض الاخر، يعني قليل وين شفنا يعني افتتاح كما هذا، يعني ما شاء الله. ياسين لعيل، النظرة من زمان كانت نظرة ربما غير إيجابية للجزائر، هذا ما تم إيصاله على الأقل لجيراننا وللعالم. السعودية إن كانت اعتباطية هكذا فقط، وإن كانت مسطرة بأن لا نعطي صورة إيجابية عن الجزائر. أنت غبت لفترة عن الجزائر، كنت في قطر وخارج الجزائر، لما عد جاء الخير طبعا مع التغيير في هذه السياسة الرياضية. هل النظرة تغيرت بالنسبة لمن وصل ولمن شاهدنا في هذه الألعاب؟ والله يعني نقول لك يعني لما تلاقيت مع يعني نتلاقى مع ناس كثير يعني اللي نعرفهم ويعرفوني في الميدان الرياضة، ولا على الأقل في ألعاب القوة، ونعرف ناس تانية في التجديف اللي تعرفوا أنا جيت من التجديف دونك صحيح. فكلهم يعني عندهم الحينة من هاد الألعاب هادو، واش هم يشوفوا كلهم يعني النظرة تاعهم تغيرت للأحسن. يعني الجزائر رجعت، أنا تكلمت مع واحد إيطالياني تكلمت معاه يعني صاحبي. قولي وش قال لك؟ أعطيني هذا صديقك الإيطالياني. والله قال لي هكذا، قال لي والله يعني لو يعني قال لي وقفوا من كيش يقولوا احنا، قولها لي كما تشاء بأي لغة تشاء وبأي لهجة تشاء. قال لي شوف والله، قال لي وقفوا من التقطاع بيناتكم هكذا. قال لي الجزائر راهي هنا، والله غير هكذا. يقصد المعارضين السلبيين ربما للبلد، بارك الله فيك، ديك الصوره السيئه اللي يعطوها لهذا البلد، البلد الجميل والرائع في التنظيم، ولكن لما تنتقد ايجابيا يكون الشكل جميل. انت نائب رئيس البحثه الجزائريه هنا في الجزائر 4 أيام، كيف ترون في البدايه على الاقل الانطلاقه لهذه الالعاب؟ يا اخي شوف، لما تبدا يعني الالعاب يعني لازم يكون عندك هدف. فاحنا الهدف تاعنا كان على كل حال لازم نتجاوزوا النتائج اللي تحصلنا فيها في طراغون، هذا اول هدف، باش ما نقول كاين عند 3 أو 4 أهداف. فالهدف تاع طراغون يعني تجاوزناه وبزياده. في طراغون تحصلنا على ميداليتين ذهبيتين، الحين رانا في 6 ذهبيات
ورانا في 4 فضيات نعم وزوج برونزيات وعندنا 8 متأكدة 8 ميداليات متأكدة ممكن يتغير اللون تاعها لأنه باعتبار يعني وصولنا إلى المربع الذهبي أو النصف النهائي صح؟ إيه يعني هذه هي يعني متأكدة يعني خاص إن شاء الله نزيدون نحسنوها في اللون في المجمل تاع الميداليات رانا في 20 في اليوم الثالث 20 ميدالية نقول باللي إن شاء الله الهدف يعني بداية يتحقق حسنة إيجابية أم فاقت التوقعات بالنسبة لهذه هذه النتائج أنا أتحدث عن 6 ميداليات ليس بالأمر الهين أتحدث عن ربما فارق على ما شاركنا في تاراغونا الأفضل منذ تاريخ مشاركتنا على الأقل؟ لا مش الأفضل مازال لا قصدي في بدايتها أنا أتحدث عن البداية ليس نهايه نعم. في بدايتها نعم يعني كانت من احسن يعني بدايه في الالعاب البحر الابيض المتوسط ف نقول لك يعني هذا كما قلت انت يا ممكن هذا يعني مفاجات ولا ما كاش مفاجات في الرياضه فالحق وشهاده لله يعني الدوله سخرت بعد الالعاب تاع طوكيو اللي كانت يعني النتائج شويه ماشي ما كانتش النتائج نعم فالدوله سخرت كل الامكانيات باش نحضروا احسن تحضير لهذه الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي كان عند الدوله الهدف الاول لما تكلموا على بطوله عالم ولا بطوله افريقيا ولا يقول لك ما تكلمنيش على تكلمني على على البحر الابيض المتوسط وهذوك يجوا يعني يعني معاهم يعني انترميديار انت قلت لي الدوله انا صحيح من الهرم واروح لانه الناس لا يتقود في هذا البلد ما هل هذا يعطي بانه التركيز على اعطاء صوره اخرى من النتائج الايجابيه والتطور الرياضي ويستمر مع هذا الحفل البهيج اللي درناه للتغيير يكون بالنسبه للمشاهد او حتى لخارج الجزائر يكون رياضيا وايضا صوره اخرى للرياضه الجزائريه اتحدث عن نتائج وامور اخرى والله لما تقول الدوله يعني ايه يعني لما نقول الدوله احنا يعني الدوله يعني هي فهمت باللي الرياضه مش تاع يعني تاع مفاجات ولا تاع زهر ولا نعم الرياضه تاع تخطيط تاع امكانيات تاع امكانيات بشريه وماليه وكل شيء وفي هذا الشيء يعني الدوله راهي فهمت وراي عطات كل الامكانيات وراي بدات يعني دارت شغلان تيست والحمد لله الثمار تاعها بداوا يبانوا. جميل ان سمحت طبعا انا يقولوا لي انه الضيف تاعي عبد الكريم وكالي صاحب الميداليه الفضيه في وزن 77 كيلوغرام ما دام انا على المباشر وفي هذا الجو الف مبروك ومرحبا ربي يبارك لك ان شاء الله مرحبا اهلا وسهلا تفضل مرحبا بك. طبعا عبد الكريم وكالي صاحب الميداليات الفضيه في وزن 77 كيلوغرام في المصارعه الاغريقو رومانيه واحد من الناس اللي اعطوا صوره ايجابيه عن النتائج الجزائريه وهذا التتويج المفرح كثيرا للجزائريين مرحبا بك عبد الكريم الله يسلمك ميرسي واحنا فرحانين بزاف كي جيتنا بهذه الميداليه اللي زادتك جمالا واناقه الف مبروك طبعا ربي يحفظك يبارك اعطيني شعورك انا حبيت نشوف الان شعورك وكانك خرجت من المنازله الان واعطوك الميداليه والله شعوري اني فرحان انه فرحت الشعب الجزائري في بلادي الفرحه ديالي في الجزائر ما نقدرش نوصفها لك خدت فرحه كبيره من فرح الشعب تاعي الهدف تاعي الاول كنت حاب نفرح الشعب الجزائري والحمد لله قدرت نفرحه الحمد لله هذا التتويج طبعا قبل المنافسه كنت تتوقع انه تقدر تدير شيء تقدر تدي ميداليه ربما الناس اللي الرياضيين من زمان يقول لك انه كاين صعوبات كاين نقص تحضيرات كاين خايفين في البلد في اشياء اخرى بالنسبه لهذا الامر حنايا الحمد لله كنا محضرين احسن تحضير كان عندنا برنامج مسطر من طرف الاتحاديه وكذا باش نقدروا نوصلوا للاهداف تاعنا وكانت عندنا ثقه كبيره باسكو كما على بالك حنا ابطال افريقيا عندنا ابطال العالم كان عندنا تربصات مع ابطال اولمبيين ابطال العالم ثم لحقنا للمستوى العالي صحيح كنا داخلين بثقة وكان عندنا ثقة كبيرة انه نقدروا نشرفوا الجزائر في بلدنا ان شاء الله صحيح تتويج امامك واحد من الناس انا نفرح لما يكون شباب هكذا يجيبوا تتويجات والمشاهد يشوفك ويشوف على انه الكلمة الاولى فرحان لانه الشعب الجزائري فرح
هذه هي الحاجة اللي تخلي اللي تعطي دافع لهذا الرياضيين. وأنا نقول لك والله غير يعني كما يقول لك المصارع هذا يعني أول دفعة هي البلاد، هي البلاد هي يعني عندك واحد الشعور تاع كيفاش يعني تردي صحابك، تردي فاميلتك، تردي ولاد حومتك، تردي البلاد كلها. تعرف ياسين لعيل، أنا أكتشف في وجوه بعض الناس إن كان يقول حقيقة أو ربما على طريقة بعض السياسيين اللي جاملك نحبك يا بلادي ونحبك، هذيك على الطريقة اللي باش نعطيك صوت ونجيبك انتخابات ثم ما يتذكرهمش على سنوات. الناس هذو لما يقول لك نحس على أنه من قلبه يخاطب الجزائريين، صح؟ يعني راك تهضر على اي طبعا على عبد الكريم. ايوا هذا ما حسيتش باللي راهو يهضر من قلبه. إيه. احنا خاطينا السياسه وخاطينا الاصوات وخاطينا لا انتخابات ولا شيء يعني. إيه ما عندنا والو. انا تحدث على السياسيين في كنت كان على بعض امنيتي الناس. سمحوا لي، انا كانت امنيتي نسمع النشيد الوطني وانا فوق البوديوم. سمعت النشيد الوطني في التتويج تاع الزهراء، الدمعه تسح وحدها، كنت متمني التتويج يكون ليا. بصح الفرحه تاع انه سمعت النشيد الوطني وكان المتوج صاحبي، والله فرحه كبيره حتى سالت الدمعه تاعي. دموعك غاليه صح، لانه لما تشوف النشيد الوطني يرتفع والناس كلهم عائلتك والناس كامل معاك، خاصه في الجزائر حاجه خاصه. الشعب معاك، شعب يستنى فيك، كما قال لك الشيخ داركم تستنى، الشعب يستنى، الدوله قاعده تستنى فيك، شيء مش حاجة سهلة. عبد الكريم، بعد الإخفاق في التأهل للألعاب الأولمبية، عودة قوية طبعا ليك، ميدالية فضية، كيف تشوف بين هذا وهذا، بين الإخفاق اللي كان ثم الآن التتويج؟ والله الإخفاق كان عنده عوامل، سبب يعني الوزن، كان عندي مشاكل في الوزن تاعي، كان عندي ريجيم صعيب، والحمد لله بعدها عاود حضرت تحضير سما كما يقولوا جيد، باش لعبت بطولة إفريقيا، كانت قبل دورة ألعاب البحر المتوسط اللي كنت فيها بطل إفريقيا، وكان البرنامج تاعي أني نعوض الخسارة تاع تأهل ألعاب الأولمبية بألعاب البحر المتوسط في وسط بلادي وفي وسط شعبي. الحمد لله. وش تغير لك عبد الكريم بين الفترة هذيك وبين هذه الفترة؟ تحضير آخر في بلدك طبعا، تشارك في الناس كلها تنتظرك، هل تغير شيء رغم أنه الألعاب اللي نتحدث عليها ألعاب أولمبية والآن ألعاب متوسطية؟ والله هي الألعاب الأولمبية يعني هي شغف كل رياضي، هي كما يقولوا الهدف الأسمى للرياضيين. بصح أنا الشرف ديالي أني نشرف قلت لك الجزائر في كاع المحافل، ومازلني طامع أنه نقدر نشرف الجزائر في باريس 2024 إن شاء الله. الحلم مازال مستمر إن شاء الله. إن شاء الله. المعروف على أنه أنا عارفك لأنك أنت تابع أيضا للجيش من المفروض، صحيح، وهذا الشيء يعطي للرياضي طموح أكبر، إصرار أكبر، قوة أكبر، بعيدا عن ربما بعض المشاكل اللي تجيك اليومية والنقائص، لأنه أنا جايك لحياتك اليومية وجاي لظروفك. خلي المسؤولين يسمعوا، الناس اللي توجوا لازم نخليهم يسمعوا وصل همزة وصل، باش يعطوكم طبعا اللي يستاهل يعطوه. حتى الأمر اللي انتسابك للجيش زادك حاجة أخرى، زادك إصرار، زادك دعم. بيان سور الجيش الوطني عنده دعم كبير، عنده يعني عامل كبير في الدعم تاعنا في التحضيرات. عندنا كما يقول كما المنشآت في المراكز العسكرية، عندنا الحمد لله المنشآت كاملة، منشآت رياضية حاجة ما ناقصة. عندنا كما على بالك عندنا المنافسات العسكرية، بطولة عالم، بطولة إفريقية في اسمها عسكرية، ليكونوا كما يقولوا يكونوا تحضيرات للسيفيل، يعاونونا بزاف. و الجيش الوطني عنده دور كبير في التحضيرات تاعو. صحيح. بالنسبه للتحضير، اعطيني شويه تحضير ثم جاي ليك لامور اخرى. بالنسبه للتحضير تاعك لهذه البطوله كيف كان، كيف حتى وصلت للميداليه الفضيه؟ التحضير كان قبل بطوله افريقيا. يعني كان عندنا تربص في بلغاريا، درنا مدة 20 يوم. بعدها دخلنا الجزائر، كان في تربص واحد اخر فيه هنغاريا، اللي ما قدرتش نسافر له، انا كان عندي مشكل في الباسبور.
يعني درت تربص تاعي هنا في الجزائر مع الفريق الثاني. بعدها مباشرة درنا فريق لما قبل بطولة إفريقيا هنا في الجزائر فيها 17 يوم رحنا بطولة إفريقيا. نعم. عودنا ولينا طرواجر، عودنا رحنا لدولة كرواتيا اللي كان تربص قوي كتير، فيه 20 دولة أوروبية اللي فيها أبطال العالم وأبطال أولمبيين كما قلت سابقا وقلت لك. بعدها مباشرة دخلنا لدولة أذربيجان اللي كان آخر تربص دخلنا به الألعاب البحر الأبيض المتوسط. جميل عبد الكريم، نعود نرجع لك تبقى معنا طبعا في هذا الجو. راك مرتاح في هذه الإقامة صح؟ الحمد لله ربي. مرتاح صح؟ مكان مريح؟ مريح ما شاء الله. يلا مرحبا بك تبقى معنا. تبقى معنا السيد ياسين عيل ويلتحق بنا زين عمل بعد قليل. مشاهدينا متواصلين معكم للحديث عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم معنا ميداليات وتتويج لفرحكم، دخلوهم بيوتكم بشكل مفرح جدا. فقط من يشاهده عليه أن يربط الاتصال ليساعد هذا الناس. قوموا معنا للحديث عن الألعاب المتوسطية. طبعا اليوم الرابع فيه ميداليات وفيه خيبة للرياضات الجماعية بشكل عام. أجدد التحية بضيوفي الكرام. دعني أبدأ برئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى نائب رئيس البحثة. مساء الخير، أجدد بك التحية، سعيد جدا بتواجدك معي ومعي أيضا بالليل الرياضة الأخرى. سأحدثكم كيف بالليل الرياضات الأخرى اللي هو عبد الكريم مكالي صاحب الميدالية الفضية في الألعاب في المصارعة الإغريق الرومانية. مساء الخير عبد الكريم. مساء الخير مجددا. سنتحدث على لماذا بالليل بالضبط، لأنك توقفت وعد زين عامر. يا مساء الخير. مساء الخير حكيم، ودائما سعيد بتواجدي معك. دائما أنا من سيق إلى هنا. سنتحدث عن منتخب كرة القدم الذي انهزم اليوم بثنائية أمام منتخب المغربي الشقيق، ونتحقق في انتظار مباراة أمام منتخب فرنسا. عبد الكريم أنجليك إن سمحت، طبعا كبيرنا ورئيس الاتحادية. طبعا عبد الكريم كنا نتحدث عن الظروف التحضير للوصول، ولكن اللي ما يعرفش عبد الكريم عنده قصة شبيهة بالليلي. 3 سنوات توقفت عاود رجعت صح؟ 4 سنوات. 4 سنوات، 4 سنوات يتوقف رياضي ويجيب في الألعاب المتوسطية ميدالية، وش حدث؟ رجع بينا الأربع سنوات هذيك. 4 سنوات هذيك كانت صدمة في حياتي. حاجة ما كنتش نتوقع فيها كاع حتصرالي. والحمد لله قدرت نتجاوزها، يعني بفضل الناس وقفت معايا، يعني من أهلي وصحابي. عاودت حضرت تحضير ليلي قبل عاودت تحضر. واش صرا في ال4 سنوات هذيك؟ واش كنت تدير قبل؟ كيف عوقبت؟ كيف تلقيت هذيك الصدمة؟ أنت رياضي طموح شاب جاي، كيفاش تلقيت؟ أنا العقوبة تاعي كانت في بطولة الجزائر. الحاجة اللي ما تصراش. واش راح نقول لك؟ ما نحبش نتطرق ليها بيسك فيها تجريح بزاف. أنا لا بالعكس، لو تتحدث لي حتى يكون الناس تسمع وحتى ياخذوا من تجربتك عبره. كل تجربه لها عبره. انا يا توقفت 4 سنين. كان عندي مشكل في تعاطي المنشطات في البطوله الجزائريه اللي هي يعني بطوله الجزائر. مالغري انا درت يعني دي تيست في لي شامبيونات دافريك، لي شامبيونات دي موند، جامي خرجت انايا في التيست بوزيتيف، خرجت في البطولة الجزائرية. مي الحمد لله قدرت نتجاوز هذيك. داروها لك بالعاني ولا كيف يعني؟ كيفاش تناولت المنشط؟ أنا خرجت بوزيتيف، كان عندي ميديكامون ناكلو وخرجت بوزيتيف. كان عندي أنا كنت مريض هذيك لابيريود، كنت بيليبتيك كدا، خرج لي الميديكامون. انا يعني واش نقول لك، انا صرات خرجت بوزيتيف وراني متقبل بهذاك الامر كما كان. انا الحاجه اللي تهمني اني قدرت نرجع صحيح، وقدرت نعاود نولي بطل كما كنت. ما يخفالكش اني سمانه بعد ما خلصت 4 سنين تاعي خرجت نائب بطل افريقيا. وبعدها بشهر خرجت بطل افريقيا في الالعاب الافريقيه، وبطل إفريقيا 2020، حتى وصلت اليوم نائب بطل البحر الأبيض المتوسط الحمد لله. أنا نشوف في عينيك دموع، هل هذه دموع الفرحة، التغلب على الصعاب، على المآسي، على واش صرا لك، على التفوق اللي واش صرا؟ والله من هذيك يعني هذوك اللحظات اللي صراو لي ما نتمناهم حتى رياضي. كنت في بلاصة، كنت نحس روحي في بلاصة كبيرة. لقيت روحي وحدي،
مي الحمد لله قلت لك لقيت ناس في كتافي يعني هما أهلي، ما نخصص حتى واحد، أهلي وصحابي اللي وقفوا معايا. خاطش الناس اللي كانوا سمحوا فيا كاع، اللي كانوا كي كنت أنا في كيما يقولوا كنت بطل، الناس سمحوا فيا. مي الحمد لله أنا قلت لك قدرت نعاود نرجع، أنا الحاجة اللي تهمني وكذا قدرت نعاود نرجع ونوصل وين راني حاب، ومازال ما وصلتش وين راني حاب إن شاء الله حتى نتأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 إن شاء الله. قلت لك الألعاب الأولمبية يبقى توجور هو الهدف تاعي إن شاء الله. زين عامر، تجربة شبيهة الناس تحدث على بالليلي، كيف أسطورة رجع ثلاث سنوات الموهبة وما شابه لتكون. أنا أتحدث مع شخص غير طبيعي إن صح التعبير، لأنه أربع سنوات يتوقف لك يرجع بطل إفريقيا ونائب بطل وبطل في الألعاب المتوسطية، هذا شيء غير طبيعي لشخص. نعم. أكيد بأنه تحدي وكبير. نظن هو عبد الحق بالك ما حبش يتكلم، واش حاس في نفسه أنه جاته من الجزائر، يعني كانوا يقدروا يكونوا كما نقولوا بفرنسية كليمون، يعني كاين طبيب الفريق يعطيهم الوصفة يعني تاع لو ميديكامون اللي تناولوا، قال لك كان مريض الحمد لله دوك يعني راهو بخير، واليوم راهو يحصد الميداليات للجزائر ورفع العالم الوطني. ولكن يعني احنا واش نتمنوا ايضا يعني من الحركة الرياضية سي دا كومباني هاد لي شامبيون، يعني شفناها حتى في العاب القوى، شفناها في كرة القدم، شفناها في رياضات اخرى. اليوم هاد الرياضيين يعني كيكونوا نقولوا يعني شباب كيكونوا يعني في واحد يعني العمر لازم الناس يكونوا يوقفوا معاهم. هادو الناس يعني قلنا احنا في هذا البلاطو حكيم على يعني على ما اظن قبل يومين تكلمنا ان هاد الابطال ولا هاد يعني لازم صناعه الابطال. هاد الناس هاد الرياضيين لازم تكفلوا بهم من كل الجوانب. سمح لي زين، ماشي غير تديه يتدرب ومن بعد تخليه يعني. سمح لي زين، نعم حاكم، انا اريد جمله الاستثمار في هذه الاشخاص. نعم. خارج الجزائر لما يشوفوا ناس فيهم هذا الشيء يروحوا يستثمروا فيهم، لانه مشروع بطل، مشروع ناجح، مشروع إنسان، مشروع مسير، مشروع بطل، هذو الناس اللي لازم نستثمروا فيهم ونعطي له كل شيء. واش حبيت تقول لك فو با لي ليسي ليفري امام هاد يعني الرياضيين، لان هادو قلناهم يعني في كرة القدم نوعا ما كاين يعني اموال، كاين احتراف، هما قولوا سي دي سبورتيف ديليت، يعني تقريبا تلقاهم بالك عندهم خدمة واحدة أخرى ولا تلقاه اللي يقرا تلقاه. لا لازم العناية بهم، لأن اليوم شوف الأمثلة وشوف اليوم كي تشوف هاد الميداليات يعني ما نظن لازم استراتيجية رياضية في هذا البلد تتبدل. تتبدل يعني تدريجيا يعني راديكالمون. لازم تتبدل، لأن اليوم احنا ننتظر إلا المنافسات الكبرى. اليوم شفت عبد الحق يعني اللي يقولوا له بالليل في لالوت أو كي يحكي لك والله شغل قلبك يوجعك، لأن بالك هو واش عانى أكثر من بالليلي، لأن بالك بالليلي هذاك الوقت كان عنده شوية بالك أموال ولا ولكن هما في الرياضة تاعهم بالك ما كانش عنده أموال، بالك ما على بالوش شنو هو لافونير تاعو، جاي لهذا الشيء وحياته كيف يسكن وين وإقامة، حتى خاطب واحد المسؤولين، مسؤولين مباشرة لأنهم يسمعوا فينا. طبعا ياسين لعيل، الآن التحضير للألعاب هذه بالنسبة لألعاب القوى، المشاركين كم رياضيين، كيف كان التحضير لهذه المنافسة؟ معروف على أن ألعاب القوى طبعا كنتم بمشروع لما جيتوا حابين تديروا تعودوا ترجعوا ألعاب القوى زمان. أنا كي راني أنا أعرفك تتأثر، لذلك ما حبيتش نكمل معاه. أنا كي نشوف أنا عبد الكريم هكذاك، شوف الله يبارك 29 سنة في عمره وباطل، هذا أنا نميزي عليه في الألعاب 2024. وهذا الرئيس حبس أربع سنين. إيه. وهذا حبس أربع سنين عاود ولا في ظرف شهر ونص عاود ولا وراه ولا ماشي شهر ونص بعد أربع. الحين درك نحبوه درك، حنا درك طلعنا الإعلام، درك راهو باطل، درك لازم نتهلاو فيه. بول 2024 هذا 29 سنه في عمره يرحم والديك، هذا دوك لازم يتزوج، لازم يصطاد، جاي لهذه الامور، لازم يعطوا له عفسه، لازم يعطوا له باش يخبي راسه. طبعا هذا هما الامكانيات اللي خلاونا حنايا نتراجعوا في الرياضيين تاعنا، ان ديبرديسيون في الرياضيين. نعم، انت مسؤول تخاطب المسؤولين صح في هذه الطريقه؟ لا لاني نقول باللي باش عندك مشروع رياضي ميداليه في العاب الاولمبيه هو مشروع صح، كيما تبني العماره هذه لازم لها 10 ملاير، هذا لازم له مشروع
باش تحب تجيب لازم تبني الساس مليح وتجي طالع. جايينك نروح الفاصل طبعا مع ضيف الكرام ان سمحتم. طبعا مشاهدينا متواصلون معكم من هذه الاقامه، هذه الاقامه اقامه بالميليسا اللي طبعا للمرقي العقاري هشام بن علي، واحد من الاسماء اللي تستثمر في هذا البلد ولنجاح هذا البلد، واتمنى ان يستثمروا في هؤلاء الابطال بالنسبه لمسؤولين اخرين. ألقاكم مشاهدينا بعد الفاصل. في نسختها 19 نحن نتحدث في اليوم الرابع على ما جرى بالنسبة لمنتخب كرة القدم، انهزم في المباراة الثانية أمام منتخب المغربي ومنتخب كرة اليد وأيضا كرة الطائرة الذي انهزم في المباراة الثانية، ونتحدث على إنجازات أخرى بالنسبة للرياضات، الرياضات الفردية التي تصنع الحدث بميداليات أخرى. زين عامر أجدد بك التحية، وأيضا رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، يبدو متأثرا جدا، راك تبني متأثر صح؟ والله غير تأثرت والله العظيم، يعني نعرفه ولكن يعني الحكاية تاعو هذه ما كنتش نعرفها، وأنا شوية سنسيبل ما نقدرش لهاد الأمور هادو. إن شاء الله ربي كما قلت له دوك مؤمن، قلت له والله ما تدي غير واش كاتب لك ربي. صحيح. وهذه هي إن شاء الله من هذه الدقيقة هذه ومن هذه البداية يعني يفتحوا له البيبان ان شاء الله، بيبان الخير ان شاء الله. طبعا ساتي الى هذه لانه تركتكم للكواليس، ندمت قليلا لانكم تحدثتم في الكثير من حكيم يعني بلك الامور. تفضل. بالك هو انسان اكسوف وخجول وبالك هو ما يحبش يتكلم. تطرق نقولوها يعني نقولوا حقيقه، تطرقنا في الكواليس انه الطالب سكن في على ما اظن بلديه يعني حي الجبل يعني لا مونتان كيما نعيطوا لها احنا، قال لك دو روبريز ما خرجش يعني في القائمه. اليوم حنا نوجهوا نداء حكيم مباشر، لان اليوم هذا الشاب اللي كما كنا نقولوا على مشروع هذا رياضي ناجح، اليوم عنده ميداليه فضيه في يعني المصارعه في العاب البحر الابيض المتوسط، هذا يعني في 2024 يقدر بتحضيرات جيده وبامكانيات، لما يكون عنده كل الامكانيات متوفره يقدر يعني يرفع لك العالم في باريس ان شاء الله. اليوم حكيم شوف رئيس الجمهوريه شخصيا قبل ذلك زين عمر إن سمحت طبعا، لانه حتى يعرفوا القصه، لماذا يجي شاب رياضي نطلب السكن؟ لا، عبد الكريم مكالي اللي هو يسكن في العاصمه يرقد في غرفه واحده، صح عبد الكريم؟ وضعك انا حبيت نعرف وضعك لانه حتى نربط ما يعيشه الرياضي في الجزائر. اسمحوا لنا طبعا للمشاهدين الكرام، متوج اوكي سنتحدث عن انجاز وفرحه ورائع والجزائر روعه والافتتاح رائع وبلدنا رائع وانجازات رائعه ويلا للمستقبل، حتى يقول لك والله حكيم هذا والله غير تفكيره، بدا غير الاتجاه للفرحه وانتهى. اوكي نفرحه، ولكن انت كيف وضعك في المحيط العائلي تاعك؟ كيفاش وضعك؟ كيفاش تقيم؟ وين تبات؟ هل صحيح في غرفه واحده تباتوا؟ والله غير هذا الامر انا جامي كنت حاب نخرج به معليش للناس باش يعرفوا، حنا تكلمنا عليه ملحق ملحق الوقت وين لازم. كما قال لك الشيخ في 29 سنه يما حبت تشوف ولادي، انا حاب نستقر، حاب نروح ندير لي كومبيتيسيون تاعي، عقلي نخمم فيه في لي كومبيتيسيون تاعي، ما نخممش في صالح واحد اخرين. انا نرقد في غرفه واحده مع يما في عمري 29 سنه، نرقد انا ويما في غرفه واحده، عندي القطره فوق راسي، كي تصب الشتاء انا كي نروح لي كومبيتيسيون تاعي ولا لي الجروب تاعي نخمم لا دخلت الشتاء على يما ولا لا. عندي زوج خاوتي مزوجين معايا، كل واحد غرفه، عندهم ربع دراري، ثم عايش في حاله، عايش انا ودار عمي دار الوراثه. يعني كارثه، ما عنديش حريه اني ندخل الغرفه تاعي نكون آلز، حتى الزواج ما قدرتش نخمم فيه بس ما عنديش كيفاش نوصل ليه، بس ما عنديش انا وين نجيب بنت الناس يعني نحن شغل نغبنها معايا. والله انا بكيت ضيوفي تعرف، لانه زين عامل لاول مره ارى دمع في عينه، رئيس الاتحادية أيضا اليوم فرحة، ولكن أنا والله أتفاجأ من مسؤولين هكذا في بعض المسؤولين في هذا البلد، من جهة بعض المسؤولين يبنوا، سمحني جاي لك ثانية، بعض المسؤولين يبنوا من رئاسة الجمهورية نوضح نجتهد نعطي يجب أن تهتموا، في جهة أخرى هل فيه رئيس بلدية ورئيس دائرة في بلد يعرف على انه فيه واحد بطل افريقيا ومتوج وفي بطوله كما هذه ومن قبل ايضا تتويجات، وما يسالش على الرعيه تاعه، يعرف على انه ينام في غرفه واحده؟ اذا واحده من الاثنين، يا اما ياخذ سكن بدايه من يوم غد، واما المسؤول هذاك
يغير سريعا من يوم غد، واحدة من الاثنين، إذا غير يعني خلاص ما قدرناش، يعني يغير ونعطوا له السكن. إذا المسؤول هذاك هو اللي أعطى له السكن، نعرف على أنه فيه تغيير حقيقي في فكر بعض المسؤولين. لذلك هذه رسالتي، مثلما أنتقد مثلما أشكر أيضا، يجب أن نبني بهذا البلد بهؤلاء الأبطال. تفضل عبد الكريم، سمحني لأنه خرجت على الموضوع ثم آتي إلى الفرحة من جديد. تفضل. قلت لك أنا يا والله رغم هذه الظروف الهدف التاعي الأول أني نبقى نرفع علم الجزائر في برا. ممتاز رايح. رغم الظروف لاني نحكيك عليهم، كنت نخرج ندير الماكسيموم تاعي باش ننسى الظروف تاعي باش نقدر نرفع الرايه الجزائريه في المحافل الدوليه. ومازال هو الهدف الاسمى اني نشوف علامي رفرف في بطوله العالم. جميل، انا جاي للمشاركات حتى نغلق هذا الملف. البلديه، بلديتك؟ بلديه بروبا. بلديه بروبا، دائره الحراش. ممتاز. ولاية الجزائر. طبعا على فكره بانه فيه الكثير من الاموال صرفت على بعض الامور، وفيه لذلك انا اتفاجأ من هذه الامور. لذلك غدا باذن الله يوم جديد وفرحه جديده باذن الله، ساتمنى ان اسمع افراحا على هذا البطل حتى نعطي امل لهذا الجيل، لهذا المستقبل، ويقول على انه فيه تغيير حقيقي في فكر مسؤولين جزائر الجديده. خليني طبعا جاي لك، ارجو ان خلاص اغلقت هذا الملف، وصلت الرساله، نعود ونرجع الى المشاركه الجزائريه. طبعا رئيس الاتحاديه سيد لعيل، المشاركه الجزائريه بالنسبه لالعاب القوى، كم تطمحون؟ كيف كانت التحضيرات؟ تغيير فيك بالنسبه لانجازات اخرى بالنسبه لهذه الرياضه؟ على كل حال التحضيرات كانوا يعني على ما يرام، كانوا كلهم الكل اللي كان حاب يعني معسكر ولا تربص ولا اعطينا له، يعني سواء في الجزائر او خارج الجزائر، فكلهم ما كان حتى واحد ما طلب حاجه وما اعطيناها لهش باموال الدوله، يعني شيء باموال تاع الاتحادي. فحتى الوزاره يعني ما حبسونا حتى حاجه، والحمد لله ورانا يعني في ياقة بدنية هائلة. نبدأ احنا لعب القوى اليوم الجمعة إن شاء الله إن شاء الله، ونتفائلوا الخير لأنه الرياضيين تاعنا وولادنا دوما بدأونا بدينا بالكاراتي ديجا، أربعة ميداليات ذهبية تاريخية هادية، زادوا سيدة زارة وزادوا عبد الكريم، يعني شحال درنا يعني 10 ميداليات كلها. فنتفائلوا الخير، ولعب القوة على بالك عندها مكانتها في الباصة الميديترانية. كم الرهان سيد لعيل، كم الرهان على لعب القوى؟ كم بدي نقول لك الرهان، انت كنت تراهن على الاخرين. الرهان انت اتذكر في فلاتو من الفلاتوهات كنت تراهن لي على على حتى باريس، قلت لي ها هي وش راح نستثمروا في بعض الناس. انا اعرف بان فكرك مستقبلي. باريس ما فيهاش كلام كاع، انا باريس فيها مداية بلا ما هنايا، هنا ان شاء الله نتحصلوا على الاقل يعني ثلاث ميداليات ذهبيه ان شاء الله، والباقي ان شاء الله. المهم سته ولا سبعه ميداليات. ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله زين عامر، دموعك غاليه والله، دموعك غاليه جدا. لا والله نتاثروا، ما تقدرش اني ما تاثرش بقصه كما قصه عبد الكريم، ونتمنى وقلتها لان يعني لما تشوف رئيس جمهورية يمد توجيهات للمسؤولين لتغيير الذهنيات وتغيير الأشياء، لازم هاد المسؤولين يغيروا الذهنيات. وكاين ناس كثير في هذه الوضعية على فكرة. يعني حكيم لو تتجول اليوم يعني مع الرياضيين الجزائريين، نقدر نقول لك تقريبا بالك النص تاعهم في نفس الوضعية، ولذلك اليوم لازم يعني نتكفلوا بهاد الفئة تاع الرياضيين. حان الوقت. انا ما نفهمش يعني مسؤولين في قطاع الرياضه واش هم يعملوا يعني، والراي الاستراتيجيه واش يعني واش الدور نتاعكم. الدور تاعكم اليوم يعني حنا بالك اليوم الدوله عملت حاجه مليحه، مدت يعني تسيير المنشات لوزاره يعني السكن، وقطاع الرياضه يعني وزاره الشباب والرياضه لازم اليوم يعني الاقتناء بهاد الرياضيين، لان لازم حقيقه اليوم اذا بعد هاد التظاهره اللي درناها في وهران، وهاد يعني الطبعه 19 اللي العاب البحر الابيض المتوسط ما غيرناش، ويعني اون با بروفيتي دو لوكازيون بور سيرفي سو لا فاغ باش نغيروا، وعندنا قدرات وعندنا يعني خزان كبير من الابطال، وعلاش ما نستثمروش فيهم اليوم؟ يعني الرياضه ايضا منهج، ولما يعني سي ان دي فاكتور
باش تلمع ايضا صوره الجزائر في الخارج. ممتاز. لما انت يتكلموا على الرياضيين تاعك سي ان دي مويا ايضا دو فير بالي دو لالجيريا ليكستيريور. زين نبقاو في الفرحه على الاقل. نعم نعم. فرحه متواصله تحدثنا عن هذا الامر، اتمنى ان يكون غدا افضل، دائما اقولها مع تفكير اخر. اليوم ايضا المشاركه الجزائريه في اليوم الرابع زين كنت في سيق. نعم. نبداو بكره القدم، منتخب كره القدم يبدو باننا لم نكن مثل المباراه الاولى على الاقل امام اسبانيا. والله يقولوا ان الشبان تاعنا يعني لازم نزيدوا نشجعوهم لان مازال فيهم. نعم. مازال مباراه اخيره، ولكن اليوم نقول لك يعني تعبوا بدنيا. اليوم المدرب مراد صلاتني اللي نوجه له التحيه. نعم. لعب تقريبا بنفس التركيبه ما عدا لاعب واحد يعني في الهجوم اللي غيروا. نعم. نظن ايضا كان عامل النرفزه لان اليوم كانت مباراه شويه نقولوا يعني سبيسيال يعني. نعم. خاصة بين الجزائر والمغرب، ونظن يعني الفريق المغربي عرف كيفاه ينرفز اللاعبين تاعنا وخرجهم من المباراة، وزادوا سجلوا علينا هدف في بداية الشوط الثاني، زيد على ذلك طرد لاعب آخر حنفوق لاعب شباب الوزداد يعني طرد في أيضا 10 دقائق الأولى من الشوط الثاني، نقص عددي 10-11. نقول لك أيضا المورفولوجية تاع يعني الفريق المغربي ونقولوها يعني بدنيا ليس تقنيا، لأن والله تقنيا في الشوط الأول كنا أحسن، ولكن بدنيا ويعني من هذا الجانب كانوا متفوقين علينا، وزيد على ذلك النرفزة تاع اللاعبين اللي خرجوا تقريبا من المباراة وين ما قدروش يعني يصنعوا الفارق. اليوم خسارة 2-0، ولكن عندنا الأمل باش نتداركوا إن شاء الله في الجولة الأخيرة، ولو نقولوا أن المباراة ستكون صعبة ضد منتخب فرنسي قوي اللي لعبنا معه في التحضيرات اللي فاز علينا على مرتين ب6-0، ولكن نظن في التحضيرات شيء وفي المباراة الرسمية شيء آخر، لأن شفنا ما كاش مستحيل في الرياضة، ربحنا الفريق الإسباني اللي يعني لروغورج دو غرونو اللي خريجي أكبر الأندية الإسبانية ريال بارسلون أتليتيكو فالونس، استثمار فيهم يعني فزنا عليه 1-0. احنا اليوم الهدف لسطر يعني الناخب الوطني هو المرور الى النصف النهائي. ان شاء الله نتمناو احنا التاهل، ولما لا. نعم. يعني الذهاب الى ابعد حد. نعم. نذهب مباشره حتى نشرك ايضا الزملاء اللي معانا من القريه الاولمبيه نجيب هنان مباشره. ماذا لديك نجيب؟ مساء الخير. من القرية الأولمبية سيكون معنا للحديث عن اليوم ربما المتوسطية، والتي كما تشاهدون نتواجد في وسط الرياضيين مختلف الرياضيين من الوفود المشاركة هنا بالألعاب المتوسطية وهران 2022. طبعا أجواء مميزة، نقلنا لكم مختلف المنافسات اليوم طيلة اليوم. طبعا المنافسات من مختلف القاعات هنا بوهران وخارج ولاية وهران اليوم، وفي هذه اللحظات سنحاول أن ننقل لكم الأجواء ما بعد المنافسة، أجواء الخروج من التركيز المنافسة إلى أجواء أخرى مغايرة تماما، أجواء النقاشات والحديث الجانبي والأمور الغير خارج الأمور وخارج المنافسة. طبعا الخروج من التركيز ومن الضغط كما تشاهدون تواجد في هذه الأثناء. طبعا زميل المصور سيحاول أن يقدم لكم هذه الصورة. نتواجد رفقة الوفد المغربي الذي ربما كما تشاهدون خرج من أجواء المنافسة ويتواجد في أجواء حميمية. طبعا كما تشاهدون السلام عليكم، مرحبا بكم، هذا وفد مغربي سنحاول الحديث معه. طبعا اليوم تواجدكم بالجزائر منذ وقت ايش وصلتوا لهنا؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله، مساء الخير وشكرا على الاستضافه المباشر على ما مباشر. جينا لو 22 جو بونس لو 22 دونك سته ايام هنا بوهران. اجواء كيفاش توصفها؟ بصراحه اجواء رائعه،
يعني كان أول شيء كان استقبال في المطار رائع من جميع النواحي، ويعني التنظيم كان تنظيم هائل في المستوى العالي، يعني لا بالنسبة للبلاصة ديال القرية الأولمبية، لا بالنسبة للمبيت ولا بالنسبة للأكل، يعني مواصفات يعني عالمية. ما تعرفناش عليك على كل حال، وش من اختصاص؟ بالنسبة لي أنا منير مخشون، دراج مغربي، كندير سيكليزم. أيوة. يعني سباق الدراجات. سي منير، أول مرة في وهران وفي الجزائر؟ لا، بالنسبة لي كنت في 2018 جريت لغران بري ديال لالجي، وجريت طواف ديال الجزائر كذلك في 2018. ربما العلاقة الجزائرية المغربية أكيد تتميز بأمور بالأخوية. اليوم ربما أنتم أقرب للمغرب من البلدان الأخرى، راكو جيراننا، راكو في وهران، أكيد ربما رسالة للجمهور الجزائري يحبكم كثير. بطبيعة الحال، و بكل صراحة يعني الشعبين يعني كيبغيو بعضياتهم بزاف، والدليل على ذلك أنا لقيت العديد من المغاربة هنايا، يعني كيكونوا مناسبين، يعني عندهم عائلة في المغرب وكذلك. والدليل الحقيقي على هذا هو الاستقبال ديالنا لما دخلنا الاستاد في لا سيريموني، يعني كان هو الاستقبال هائل وهائل بزاف، يعني كلشي كاين يدد بخاوه خاوه، وهذا دليل قاطع على اننا الحمد لله اخوه. بارك الله فيك. طبعا نشوفوا رياضي اخر مغربي، طبعا اكيد راكم سعداء كما احنا رانا سعداء باستضافتكم. رياضيا ربما انت واش من الاختصاص اولا؟ نعم، السلام عليكم، معكم هادي العرباوي، دراج مغربي. وبالنسبه لنا احنا راه فرحانين بالاستضافه للبلد ديالنا الثاني، وكل شيء كان مزيان بالنسبه للاكل، الاستقبال ديال المطار، الافتتاح كان في المستوى، وتبين على انه الشعب ديما راه متحد بيناتهم الحمد لله. طيب بالنسبة للجمهور الجزائري، ربما أنتم تعرفوه مش حتى توصلوا لوهران، أكيد أنه ربما استمتعتوا بالحفل، ولكن كاين نقطة مهمة جدا هي استقبال الوفد المغربي لدى دخوله إلى الملعب. كان احتفال على غرار الوفد المصري، كان فيه استقبال حار جدا، ربما كيفاش شعرتوا في هذه اللحظات؟ كان استقبال في المستوى، وكان أنه الجمهور كان يقول خاوة خاوة، والحمد لله، يعني كيتبين انه راه حنا شعب واحد، يعني ما كاين تفرق الحمد لله بالنسبه للغه ولا كل شيء. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. طبعا مدرب المنتخب المغربي للدراجات هكذا، مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا. ربما شعوركم منذ وصولكم للجزائر، انتم مازال ما دخلتوش المنافسه على ما اعتقد؟ مازال ما دخلش المنافسه، ان شاء الله بعد غدا ان شاء الله عندنا السباق الاول. طيب قبل الاجواء الرياضيه وقبل المنافسه بينكم وبين البلدان الاخرى، اكيد انتم شعوركم خاص وانتم هنا في الجزائر، لانه علاقه الجزائر المغربيه علاقه تاريخيه، ربما واش تقدروا تقولوا لنا اليوم بعد 6 ايام من منذ وصولكم؟ اول حاجه احنا بعدا يعني في البلد ديالنا الثاني، اللي هو احنا بالنسبه لنا ما كاينش فرق ما بين المغرب والجزائر، والدليل على ذلك انه كان استقبال حار للوفد المغربي، وشعرنا باننا وسط اخواننا وسط الجمهور ديالنا، والحمد لله احنا في كما قلت لك بلدنا الثاني، ومرتاحين لحفاوه الاستقبال وزعما وحسن الضيافه، وزعما صراحه يعني اجواء رائعه في مدينه وهران. بالنسبه اكيد المنافسات، راكو مركزين، راكو داخلين بقوه، انا نشوف هذه الاجواء الحميميه، ربما هذا ما قبل المنافسه لاخراج الرياضيين من الضغط. بطبيعه الحال احنا يعني كنعيشوا بحال يعني كنخرجوا بعد السباقين ديالنا من الاجواء ديال المنافسه، يعني كناخذوا راحتنا بحال اننا في يعني مريحين في بلدنا، يعني في البلد المغرب، يعني الحمد لله ان شاء الله غتكون منافسه يعني في المستوى في التطلعات ديال الشعوب المغاربيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. اخر نجيب حنان، شكرا جزيلا لك اذا على هذا التواصل، كنت مع
الأشقاء المغاربة شهدوا من أهلها هنا في القرية، يتحدثون عن كرم الضيافة وعن الظروف المريحة هناك في القرية، وهذا الشيء طبيعي ومتعودين عليه مع كل الرياضيين. أعود إليك ياسين نعيل وأيضا سي عبد الكريم بعد قليل. زين عامر، نذهب إلى فاصل مشاهدينا، مستكملين معكم هذا البرنامج من هنا للحديث عن اليوم الرابع من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ابقوا معنا للحديث طبعا على الألعاب. معي عبد الكريم وكالي، صاحب الفضية الذي أمامكم وصاحب الوضعية الصعبة. يا مسؤولين افهموا علينا، فهموا باللي أنا حابين نغيروا هذا البلد. ومعنا زين عامر، أجدد بك التحية. ياسين لعيل، أجدد بك التحية. زين، أعود إليك للحديث أيضا. كرة القدم تحدثنا والآن، ولكن فيه شيء إيجابي بالنسبة للملاكمة، ثمن ملاكمين متأهلين، يعني فرص التتويج بالميداليات أكبر. لا اليوم والله نقدروا نقولوا في هذه الثلاث جولات الأولى لسبورت كومبا هما اللي يعني راهم يصنعوا الفارق. كانت البداية بالكاراتيه ثم المصارعة، واليوم يعني في الملاكمة أيضا يعني كان عندنا 5 ملاكمين تأهلوا إلى النصف النهائي وزادوا 3 ملاكمين آخرين تأهلوا، دونك لو توتال سي عندنا 8 ملاكمين على الأقل يعني يدوا ميدالية برونزية. نعم، دونك هذا يعني كيما كاش ندوا ميدالية 8 ميداليات برونزية، وزيد غدا إن شاء الله حكيم عندنا 5 ملاكمين يعني اللي راهم في الربع النهائي اللي يقدروا أيضا يتأهلوا إلى النصف النهائي. إحنا نتمنوا إن شاء الله يعني الخمسة يروحوا إلى النصف النهائي، سيكون العدد يعني لو يروحوا بين 5 13 ميدالية على الأقل برونزية، وهذا الشيء يعني سيعزز أيضا عدد الميداليات الجزائرية. اليوم نقولوها في الترتيب، الجزائر يعني عاود ولات في المركز الثاني، تركيا هي اللي اعتلت الصدارة، ولو نقولوها يعني بفرح كبير وفخر أن الجزائر اعتلت الصدارة ليومين متتاليين، ولكن قولوا مازال الخير القدام، لأن اليوم عندنا 6 ميداليات ذهبية وتركيا عندها 8. سيد العيل، انطلاقة جد موفقة صح؟ رغم أنه تراجعنا مركز ثاني، ولكن انطلاقة جد موفقة على رياضات ربما اللي فيها صحيح نراهن عليها، ولكن لما فيهاش دعم اكبر بالنسبه لهذه الرياضات صح؟ لا كما قال لك زين، واش نقول لك على هاد الثمانيه ميداليات اللي جابوهم اليوم الملاكمه، يعني ممكن تغير اللون تاعهم، يعني هذه اقل حاجه برونزيه، يعني الحين رانا في 20 ميداليه، يعني في يوم الثالث رانا في 20 ميداليه، يعني احسن نتيجه هي كانت في البحر الابيض المتوسط تاع تونس، تحصلنا 30 ميداليه، فاحنا اليوم الثاني رانا الثالث رانا في 20، نقدر نقول لك يعني ممكن ماشي ممكن يعني نتجاوزوا الرقم 30 هذا. بالنسبه لكم التحضير اللي في العاب القوى، استراتيجيتكم طبعا فترتكم من تراسكم لهذه الاتحاديه، استراتيجيتكم وضحتم الالعاب المتوسطيه ثم العاب باريس في هذه للفوز والتتويجات، كيف كان رهانكم؟ كيف خططتم؟ اي طبعا مؤخرا رهان تاعكم كيف كان يعني؟ يعني كما قال لك زين، نتكلموا ثاني على باش تشوف يعني التحضير كيفاش كان باش لحقوا للبطوله الافريقيه اللي داروها في جزر موريس في احسن نتيجه خارج الديار. 5 ميداليات ذهبيه ماشي حاجه سهله. فوالا دونك هذا يكون يعني شغل دي زوبجيكتيف انترميديار، يعني دوك انا لحقنا ان شاء الله لهنايا، نزيدوا نديروا يعني كما قال لك لو بلان الماكسيموم، وبعدها مباشره من بعدها يروحوا للبطولة العالمية في أمريكا. تم إن شاء الله هنا موفرين لهم سيد لعيل كل شيء، الرياضي ما مش يشتكي وعندهم كل شيء، مقارنة بالمشاكل أو الصعوبات اللي كانت على زمان، لأنه كانوا فيه كثير من الصعاب زمان. يعني يا أخي أنتم النهار كما معروفين يا عندكم ميكرو، واروحوا روحوا للقرية وتكلموا مع الرياضيين، إلا كاش واحد طلب حاجة وما اللهم يكون يعني في إطار يعني برنامج وتكون عنده مستوى تاع هاد التربصات وكذا، يعني احنا ما تخلينا على حتى واحد، أعطيناهم كل الإمكانيات والحمد لله، يعني ما عندنا صدى يعني
يعني مقبول كما نقول. عندنا مده ما سمعناش يعني رياضيين ليس للمجامله هذه حقيقه يعني رياضيين العاب القوى عندنا مده ما سمعناهمش يعني احنا كنا تذكر حكيم كانوا دي سكوندال وكانوا صحيح. اليوم الحمد لله كل الامور متوفره على ما اظن لانه واحد من الميدان ولما تشوف حكيم يعني رياضيين يحصدوا الميداليات ليس من العدم يعني تحس باللي كاين عمل راهو يتعمل يعني في الكواليس وفي العمل وهذا ما نشجع المسؤولين اللي يجوا كل من الميدان من اعطى ويوفر للرياضيين نقول له شكرا واحسنت وبارك الله فيك انت في خدمه هذا البلد ومن يقصر نقول له بانك قصرت زين عامر رياضات اخرى اليوم ايضا الكره الحديديه ايضا فيه برونزيه ايضا كانت كره الحديديه ايضا وكانت كره اليد ايضا وانت عادل المنتخب الجزائري ضد على ما اظن مقدونيا الشماليه 24-24 اليوم يعني باش تشوف تكلم على الكره حديديه كاين رياضات ما كناش ننتظروهم وما بالك الشعب الجزائري ما كانش يسمع بهم صحيح اليوم مثلا لما تشوف حتى باش نخرجوا شويه من المجال الرياضي تشوف ايضا لونغومون تشوف الناس يروحوا يديكوفر هاد لي سبور اون فامي يشوفوا مثلا لعبه التنس ولو كان اقصاء ايناس يبو بادمينتون كره الريشه اللي ايضا يعني هذه الاشياء حتى الاطفال الصغار يعني لما هذه التظاهرات حكيم تخليهم يعني يتعرفوا على رياضات جديده ويخليهم بالك يفون ديفونير دو نوفو زاديرون في هذا لي سبور يعني هذا هو ايضا دور هذه التظاهرات والله اليوم انا مشيت تقريبا بعض القاعات مشيت الى الملاعب والله شيء مفرح لما تشوف عائلات وتشوف والله شيء مفرح ومفرح مفرح جدا ممتاز طبعا نعود نرجع الى بطلنا اليوم اللي طموحك الان بعد هذه الميداليه الفضيه طموحي ان شاء الله ميداليه في بطوله العالم هذا هو الحلم كاين اشياء ربما الان ميداليه فضيه نطمح الى الميداليه الذهبيه الحاجات اللي يجب ان نوفرها لك او توفر لك باش تجيب ميداليه ذهبيه واش لازم توفر لك الامور انا قلت لك راحت بالي وهي اللي كما يقولوا كما قالوا الناس بكري قبر الدنيا هذا واش خصني انا باش نقدر نخمم لي زوبجيكتيف تاعي حاب نكون الاز في حياتي قلت لك راحت البال ما كاش حاجه فيها راحت البال قدارك صحيح حبيت نحي هذا المشكل من راسي باش نقدر نخمم يعني في لي زوبجيكتيف تاوعي وحدهم باش نقدر ندير النتيجه اللي نحوس عليها صحيح عبد الكريم بالنسبه للرياضات الاخرى العاب القوى نراهن على اسماء محدده ام انه تقدر تكون مفاجات من رياضيين اخرين كاين مفاجات كاين مفاجات كاين اللي تعرفوهم ان شاء الله يتحصلوا على الميداليات وكاين كاين كاين واحد المفاجاه نقول من بعد تعرف فيها نقولها لك مع الاخر كي نجيبوا الذهبيه تاعها تجيبهم وتجي معنا هذه اللي كنت نتكلم عليها لا تجيبهم وتجيب النتائج صحيح ونجيبهم صحيح نحن المتواجدين لازم يجوا كلهم هنا ان شاء الله والله ان شاء الله طبعا وهذا ما نعرفه عليك زين عامر ربما البرنامج متواصل بالنسبه للرياضيين الاخرين للرهان على رياضات اخرى ونبقى نراهن على الرياضات اللي متعودين تقريبا انا نظن بعد الملاكمه تقعد لنا العاب القوى ايضا على ما اظن نعم جيدو غدوه جيدو غدوه ايضا جيدو اللي نقدروا نراهنوا عليه ايضا لان كما تكلم الرئيس وتكلم لك على يعني هما اللي كانوا خرجوا دي كومبيتيسيون كيما جيدو يعني كانوا ابطال افريقيا هنا في وهران في تيست ايفنتس يعني هذه الاشياء ايضا يعني القاعه يعرفوها الجمهور متعودين عليه هذه الاشياء يخلوا الرياضي وهنا يعني بطل يقدر يتكلم لك عليه الرياضي يعني يكون مرتاح اكثر وتزيد تعطي عزيمه اكثر ولذلك نظن نقدروا نراهنوا على جيدو نقدروا العاب القوى تكلمنا عليها وايضا نقدروا مثلا السباحه نقدروا بالك فيها ايضا يعني دي شونس دو ميداي حنا نتمناو لما لا يعني مفاجات اخرى في رياضات اخرى كل شيء ممكن ما كاش المستحيل حكيم في الرياضه واش تقولنا عبد الكريم بوكالي الان وانت ربما تغادرنا وستاتي لنا مره اخرى للحديث اذا ما عطاوكش النهار مفتوحه معروفه انه نحن همزه وصل بين المسؤولين وهذا المواطن رياضيا او غير امور اخرى انا في ميدان الرياضه هذا هو هدفي وهذا هو طريقي عقبات يغضب المسؤولين ما يغضبوا هذا هو طريقي في النهايه نتمنى لك طبعا المزيد من النجاحات شرفتنا طبعا وشرفت الجزائر ودائما في سعاده لكل الجزائريين انا الكلمه اللي نقولها نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين اللي مشاركين في دورة الألعاب البحر المتوسط ونقول لهم باللي والله الفرحة في بلادك
والله ما تقدر تتصورها. صحيح سي كيما يقولوا لوكازيون جامي انك تاخذ الميداليه وسط وسط جمهورك. صحيح ما تعطيش لوكازيون. في اقل من دقيقه طبعا سياسي لعيل طموحنا يبقى اكبر. العقبات حدثنا اليوم ربما حزنتكم قليلا ربما في بعض الامور هذا هو الواقع، ولكن نبقاو دائما نتفائلوا خير بهذا الوطن، نتفائلوا خير بالرياضه الجزائريه. والله ان شاء الله انا نقول لك انا حسيت انا لما جيت انا كل يوم كنت نتكلم معاك وشحال مخطره نطلع ندخل في البلاطوات ونقول لهم راهي ما رايش مشكله تاع امكانيات ولا لا، هي مشكله تاع مونطاليتا تاع الذهنيه. والله راني نحس باللي الذهنيات بدات تتبدل على الاقل في الالعاب القوه. الحمد لله بدات تبدل الذهنيات وبالذهنيات اللي يجوا النتائج. وتحيه الجزائر وان شاء الله يا ربي كل رياضي اللي راهو حاضر يجيب ميداليه ويفرح الجزائر. وهذه هي وتحيه الجزائر. شكرا جزيلا دائما نسعد بكم. شكرا جزيلا لك ياسين لعيل عبد الكريم مكالي، شكرا جزيلا لك دائما فرحان معك. شكرا لي ايضا زميلنا وليد لانه هو كان وليد معمري واحد طبعا واحد من الاسماء المهمه اللي دائما اشكره جزيلا لانه على التواصل. نجيب ايضا واسلام شتيوه وكل الزملاء هناك في العاصمه وهنا، شكرا جزيلا عامر دائما على حضورك وعلى دائما اليوم بكيناك ان شاء الله دائما فرحان. ان شاء الله دائما انا قلت له وعدته اذا كان ما وفاوش راني دائما نتبعهم. شكرا جزيلا لكم، قولوا لي حسن كيتون شكرا، عماد طرابلسي والزملاء ايضا زكي المخرج دعم مصطفى علم ساتي اليه لانه احيانا لما يزعف انا ازعفه دائما يخليني نبتسم حتى نخليه دائما نقلقه. في الزملاء زكي وايضا قولوا لي عادي لانكم انتم اليوم على المباشر امين وزكي وشكون ايضا شكرا. شكرا للزملاء هناك وليد وفؤاد، شكرا لفؤاد بوعلام الله على هذا الإخراج. حمزة بوغلية من هناك سيقول شكرا أيضا لهذه الإقامة دائما على هذه الظروف الراحة من إقامة ليسا للمرقي العقاري هشام بن علي، وأشكركم جميعا المشاهدين. نفس المكان نفس الزمان فقط 9:30 غدا رياضة أخرى وكل التفاصيل على النهار يوميا. السلام عليكم.